تجرد وبكل افتخار. فباش تكون احنا بلادنا المملكه المغربيه من طنجة القويرة انها من ما بين البلدان اللي عندهم الامكانيات اللي جابت اللقاح، وجابت اللقاح بكميه كافيه، واللي اول واحد تلقاه هو صاحب الجلاله نصره الله وايده. فما شناش هذا المثال في بلدان اخرى كبيره. اذا هذا اعطى واحد الدفعه ديال الثقه لهذه العمليه ديال التلقيح. وبدات العمل، وعلاش بدات وبدات مزيان وما كان حتى شي مشكل؟ لحقاش عندنا راكمنا واحد التجربه في ميدان التلقيح ديال الاطفال. اذا فهذه العمليه ديال التلقيح وكذلك المناعه الطبيعيه ديال كل واحد فينا، الناس اللي تصابوا وكسبوا المناعه الطبيعيه، جعلوا اننا نقزنا ديك المرحله باقل الاضرار. ونعرفوا بانه مع الاسف خص هذا الشيء يبقى عندنا في الذهن ديالنا، انهم الناس اللي كبار في السن ولا اللي عندهم امراض مزمنه وراه خصهم يتلقحوا باللقاحات اللي كاينين، خصوصا دابا في هذه الوقيته هذه، لقاح ضد الزكام. صاحب الجلاله نصره الله اللي نقول لك انا كعضو في اللجنه هو انه كاين تتبع شخصي لجميع المراحل، وهذا التتبع فتيعطي الاعضاء ديال اللجنه بالرئيس وكاع الاعضاء فتيعطيهم واحد الشرف، ولكن تيوضع كذلك على العاتق ديالهم واحد المسؤوليه. اذا كانت الخدمه بالافتخار والشرف ديال التتبع الشخصي ديال صاحب الجلاله، وكذلك بروح المسؤوليه كمواطنين مغاربه وكاطباء وكخبراء في اللجنه العلميه للقاح.